لا يمكن اعتبار خيارات الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي وحتى مع تركيا، ويمكن أن نصفها بأنها خيارات استراتيجية تحل مشكلة الكهرباء في العراق. يعني على سبيل المثال، الربط الخليجي لا يتجاوز في مرحلته الأولى 500 ميجا واط، وهذا يتنافى مع النقص الكبير الموجود في العراق والذي يقدر بحدود 14,000 ميجا واط. هنا لا أقول أن الربط الكهربائي مع دول الجوار هو سلبي بحد ذاته، بقدر ما يمكن أن نقول هو ممكن أن يشكل حل على المدى القصير أو المدى المتوسط، ولا يمكن أن يشكل حلا للأزمة بذاتها. يعني مشكلة العراق تحتاج إلى إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية، يحتاج من 3 إلى 4 محطات، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار كل محطة بحدود مثلا 4,000 ميجا واط، ممكن أن يحتاج الاقتصاد 4 محطات كهربائية. حالة الربط الكهربائي بين الدول تنتج حينما يكون هناك استقرار في هذه الدول في كهربائها، وحينما تكون هناك حاجة إلى تقليل مستوى الفائض التوليدي. في هذه الحالة يكون الربط مجديا، بحيث كل دولة ممكن أن تصدر فائضها من الكهرباء في أوقات عدم الحاجة إلى الدول التي يكون الطلب فيها في قمة الذروة. أما في حالة العراق فسوف يكون أكيد في هذه الحالة ربط من طرف واحد بحكم النقص الكبير الموجود في الطاقة والمحطة. إذن المشكلة وحالة الربط، نعم هي تعزز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، ولكنها لا يمكن أن تشكل حلا جذريا بقدر ما هي حل يعني ممكن أن يخفف من حدة الأزمة الكهربائية، ولا يمكن أن يخفف من يكون حدة إطلاق الأزمة أستاذ حلا نهائيا. أحمد، يعني ذلك بأنه هذا الربط لن يسد الحاجة الكاملة للطاقة، لن ينجح بإنقاذ العراقيين من لهيب الصيف، لن يغني البلاد عن الغاز الإيراني، خاصة في ظل يعني وجود آراء لمختصين تتحدث عن حاجة أو استمرار حاجة العراق للغاز الإيراني خلال السنوات العشر المقبلة. نعم بالفعل هذا ما وددت قوله. يعني على سبيل المثال، حاجة العراق سنويا، هاي إذا افترضنا أن الطاقة مستقرة ولا يوجد نقص، يفترض سنويا أن يتم زيادة توليد الطاقة الكهربائية بحدود 1000 ميجا واط. الربط الخليجي بالكامل هو 500 ميجا واط، هذا لا يمكن أن يعد حلا حتى مع استقرار الطاقة الكهربائية. يعني هناك حاجة إلى إنشاء محطات، وهذا بحد ذاته ممكن أن يعطي يعني انطباع أكبر، وممكن أن يرفع من مستوى استقلالية الطاقة في العراق، لا سيما في مجال استثمار الغاز وتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز. كل هذه الملفات أعتقد مهمة جدا في سبيل تحقيق حالة من الاستقلالية.